طب هرجع لحضرتك مرة تانية دكتور إسلام، لكن يعني برضو دكتور أيمن معانا في الحوار، ممكن كنا امبارح على التليفون بنتكلم مع حضرتك، بس النهاردة فرصة ان احنا نستوضح امور اكتر. لما كنا بتكلم مع دكتور إسلام انه هل احنا ابحاثنا دراساتنا تجاربنا، لانه كلام مدير منظمة الصحة العالمية واضح ان في تخوف حقيقي، وبيتكلم على انه لازم التحضير او الاستعداد لمواجهة الفيروس القادم، فبالتالي في تصور عن طبيعة الفيروس ده أو لازم نكون بنحضر نفسنا ليه، فكلمني برضو شايف رؤيتك في الموضوع ده إزاي؟ طبعا هو التحورات في الفيروسات أحادية الشريط الوراثي اللي هي الار ان ايه زي فيروس كورونا وفيروس الانفلونزا، تحورات مستمرة ومتجددة، وزي ما قلت لحضرتك قبل كده بتصل لاتنين لتلات تحورات ممكن في الشهر. في آلاف التحورات موجودة حاليا من فيروس كورونا الموجود حاليا، اللي هو ولكن الفيروسات ذات الأهمية أو اللي مسببة مشكلة أو مسيطرة ولا علاقة بالتغلب على جهاز المناعة وسرعة الانتشار عادتها محدود. منظمة الصحة العالمية صنفتهم لعدة تصنيفات على حسب مدى خطورتها بالنسبة للإنسان، وزي ما احنا كلنا عارفين هو دلتا المسيطر دلوقتي وسائد بشكل كبير جدا، ولكن ده لا يمنع أن هناك تحورات أخرى ظهرت من دلتا زي ما ظهر في شهر 7 اللي فات في انجلترا، في متحور اخر دلوقتي بيمثل نسبه الاصابه فيه 6% من الشعب البريطاني، ولكن تظل دلتا او يظل دلتا هو السائد بشكل كبير جدا. طبعا التخوف من ان وجود تحور جديد ده من منظور علمي قائم ومتجدد باستمرار، ولا نستبعد وجود تحورات بشكل كبير جدا، قد تكون تلك التحورات جوهريه وقد تكون غير مؤثرة زي ما هو موجود في بعض التحورات الموجودة حاليا. في آلاف التحورات موجودة عالميا. للأسف منظمة الصحة العالمية وكل الخبراء العاملين في مجال البحث العلمي التنبؤات بتاعتهم بتكون على نظريات علمية سائدة وحدثت من قبل ذلك. في 4 سيناريوهات للأسف الشديد كل الخبراء بيتوقعوها بشكل ما. السيناريو الأول وهو الأكثر تفاؤلا هو أن يكون هناك طفرة تتم بها القضاء على فيروس كورونا ويندثر مع الوقت. طفرة تضعفه يعني. تضعفه. السيناريو الثاني هو أن يظل متعايش معنا كما هو الحال في فيروسات الإنفلونزا، ولابد أن الناس تبدأ تتأقلم عليه. السيناريو الثالث وهو أن ممكن لا قدر الله يحصل فيه طفرات أخرى مؤثرة جدا تغير من خصائصه ويبدأ يكون أكثر شراسة لمقاومة جهاز المناعة والتخفي منه وسرعة أكبر على الانتشار. السيناريو الأسوأ وده اللي يمكن كان ممكن نستنبطه من التصريح اللي طلع من منظمة الصحة العالمية أن يظهر هناك فيروس آخر بطفرات مؤثرة أخرى، بدل ما عندنا سارس 2 ممكن يبقى عندنا سارس 3، وده بالتالي بس هو من اصل كورونا ولا ده حاجه تانية خالص؟ العيله كلها متشابهه، ميرس وسارس 1 وسارس 2 بيتشابهوا في مجموعه من العدد من الجينات. اي فيروس عباره عن مجموعه من الوحدات البنائيه زي البيت بينبني طوب جنب طوب جنب طوب. التسلسل ده ممكن يتغير من شكل لاخر فيبدا يتغير المحتوى الجيني فيبدا يظهر اخ مختلف تماما. السيناريو الرابع بقى اللي هو ايه؟ يبقى معانا فيروس كورونا زي ما هو للاسف، ويجي فيروس اخر ببانديميك تاني. يعني ايه؟ يعني تظهر عدوى اخرى وحاله وباء اخرى مصاحبه لكورونا في نفس التوقيت، فيبقى عندنا وبائين. يبقى عندنا وبائين او فيروسين في نفس الوقت. ده تنبؤ. تمام، احنا مع السيناريو الاسوأ. ما هو ده كلام مدير منظمه الصحه العالميه برضه يخلينا نفتح قوسين. طيب هنا انا واخده لقاح من فيروس كورونا، جالي فيروس التاني او في بقى في العالم بقى في فيروس تاني، يتعمل له لقاح يتضادوا مع بعض يعني؟ لا، هو التضادوا مع بعض هو اللقاحات وظيفتها عشان نبقى نبسطها للجمهور. اصل هو بيقول لك لا يمكن احتوائه. ما هو لا يمكن احتوائه وصعب السيطره عليه. ما هو السبب بسيط جدا، ان مثلا خلينا نوضحه بالمناظره او بالمماثله مع فيروس الانفلونزا. كل عام بينظهر لقاح جديد للانفلونزا. طيب لان صحيح. نسبه التحور عاليه جدا، الحمد لله كورونا ما وصلتش لنفس الدرجه حتى هذه اللحظه. فبالتالي اللقاح القديم ممكن تظهر سلاله جديده لا يكون اللقاح فعال ليها. فالتخوف ان تظهر سلاله جديده بخصائص جديده ممكن تبقى سارس 3، الله اعلم، ممكن يظهر فيروس زي ما الدكتور اسلام حاجه جديده خالص مختلفه. فبالتالي اللقاح اللي احنا بناخده معمول وديزايند او مصمم بشكل معين على فيروس كورونا، على الجينات الاساسيه الموجوده فيه.
فلو ظهر فيروس جديد بصفات أخرى، بالتالي اللقاح اللي هو كان بينشط جهاز المناعة ضد فيروس كورونا الحالي قد لا يكون فعال.